سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما
نسألك اللهم أن ترحمنا رحمة من عندك، نسألك اللهم أن ترحمنا رحمة من عندك، نسألك اللهم أن ترحمنا رحمة من عندك، تغنينا عن رحمة من سواك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته البر والتقوى. اللهم أصلح لهم البطانة يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم وكما خصيتنا بكتابك الكريم وهديتنا به صراطك المستقيم، اللهم فأصلح به منا جميع ما فسد، وطهر به منا باطن الروح وظاهر الجسد، وأقل به علينا العثرات والزلات والهفوات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واجعل القبور بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وثبت على الصراط أقدامنا، وارحم يوم العرض عليك ذل مقامنا. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وسكرته، ومن القبر وظلمته، ومن الصراط وزلته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم فاغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، اللهم آنس وحشتنا وارحم غربتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا أسيرا إلا فككته يا ذا الجلال والإكرام. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله